السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع بيعتمد على تكنولوجيا اسمها OCR Optical Character Reader. بترفع له الملف وبترفع له مثلا صورة، بترفع له PDF ويبدأ يحولها لك لملف وورد تقدر تاخد منه الكلام كوبي بيست. وليكن مثلا افتح الملف دوت، هيقدر يعمل له أبلود. أنت مش محتاج ساتا ولا برامج خالص. لما بيخلص بيديك إمكانية إن أنت تحمل الملف تعمل له داونلود. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط، ما بياخدش اي وقت خالص. بيفتح لك واجهه اهوت، او الكلام كله بقى وورد، تقدر تاخد تعمل سيلكت للكلام بسهوله وتنسخ الكلام اللي انت عايزه مع الاهتمام باخذ الكوبي رايت. تقدر تحمل الملف دوت تعمل له داونلود لو انت حابب، تقول له فايل سيف اس وتروح تحمله عندك على الكمبيوتر بتاعك.